آذان صاغية تسمع بدقة متناهية، وقلوب بيضاء لها آذان صماء، لكنها تسمع القول بطريقة صافية. بمناسبة يوم الأصم العربي 42 ل2017، وتحت شعار قلوبنا تسمعكم، تداول المستخدمون صورا ومقاطع من الحفل الذي أقامه معهد المرأة للتنمية والسلام صباح اليوم بمقر المعهد العربي للتخطيط، وتحت رعاية وحضور معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الفارس بمناسبة يوم الأصم الكويتي الأول.